جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ناصحة هذا الحديث لعن الله القاشرة وهل ينطبق على ما يعرف بإزالة الخلايا الميتة في الوجه وذلك باستخدام صابون أو كريم خاص بذلك ويسمى صابون التقشير؟ لا أعرف هذا الحديث ولا أعلم عنه شيئا، إنما الحديث الصحيح لعن الله الواصلة والمستوصلة وهي التي تصل شعرها بشعر آخر، ولعن الله الواشمة والمستوشمة وهي التي تعمل الوشم أو يعمل بها، ولعن الله النامصة والمتنمصة وهي التي تأخذ شعر حواجبها أو تأخذ شيئا من شعر حواجبها. أما القاشرة فلا أعلم فيها شيئا. ومطلوب من المرأة أن تجمل نفسها لزوجها وأن تزيل الأذى عنها من وجهها ومن غيره، هذا مطلوب، إزالة الأذى. إنما اختلف أهل العلم في حكم الحف وهو إزالة شعر الوجه، هل هو يدخل في اللمس أو هو مباح، على قولين. والصحيح إن شاء الله أنه إن كان مشوها للوجه فإنه تجوز إزالته، أما إذا لم يكن فيه تشويه فالأولى والأحسن تركه. نعم.